اللي يظن انه مثلا التشار نشتراهم اقول له روح زايد، ترى ذولا شباب والدنيا طويله ونفسهم طويل وتاذى، قدموا لك وقدموا لغيرك تنازل ما يخالف، بس ترى هم يتربصون يغدروك مثل ما غدرتهم. ابد لا تتخيل التجار اشتريتهم حتى ببالك، حتى ببالك ها انت بالتالي مصلحه الوطن تغلب بعدين. ببالك اشتريته اعرف انه هو طور شغله وربعه ويرتب اموره براسه. بالنتيجه بيننا وبينكم انتخابات. هاي كشعب كامل ينتظر الانتخابات، ترتبوها ترضوننا من الانتخابات، كونكم فرحانين مدللين نشوف خدمة نشوف انتم متواضعين مؤدبين. هاي بالمئة وخمسين يدللونا من انا مو خاف ما تبقى مثل ال 18 مليار اللي بنوك لبنان. دللونا 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 كلش كلش خلونا نفوق حتى نفكر نشارك بالانتخابات. شيخ اخاف ما نلحق عليها مثل ال 18 مليار اللي راحت بنوك لبنان. معناها راح ياكلونهم، هيك ياكلونهم والله هيك ياكلونهم، هم الخسرانين مو انا شو العلاقه. جمهورهم والله يا صديقي كل واحد خلينا نكون واضحين، تسريبات المالكي معناها شغله بالدار داير مدايره مو تمام، تسريبات التيار الصدري معناها الداير مداير مو تمام. منو ترك وضعيه خليني ساكت مو كل شيء نحكي، فكل واحد دا يعرف الارض جوا رخوه، لان دا يشوف الايراني يفاوض السعودي ويشوف لبنان ايش جاي يصير ويشوف كتائب المجاهدين شلون علسوم حماس، يشوف اليمن الحوثيين دا يثردون ويا الجماعة ويرتبون الوضعية، فهو دا يدري إنه بوتين انحصر بالنوتين كورنر وظل قاعد وساكت، الشباب يفتهموها ويردون لهم ترتيب. وأنا أقول لهم رتبوها براحتكم، بس أهم شيء المئة وخمسين مليار ذن دنفشوا بيهن الشعب، دنفشوهم